المقابر، وكان هدف منها استخراج أعمال الدجل والسحر اللي كانت مدفونة في المقابر. تصاور شافوهم توينسا وأثروا جدل كبير. تصاور نقاو متاع مواطنين توينسا مكتوب عليهم كلمة مش مفهومة وأدعية بالمرض تليق والموت. ثم اللي قال الكره والحقد ماشي يتغلغل في هالبلاد، الواحد ولا يخاف من خياله وما عادش يعطي ثقة حتى في أقرب ناس ليه. كومنتر آخر للمواطنة تعرفت على تصويرتها في مقبرة وتقول تحرمت من جيبين الصغار بعد أكثر من 10 سنين عرس، كنت ديما نقول هذاك ربي شنو أكتب، أما عمري ما كنت نتوقع شكون نجم يعمل فيا هكا أحسبهم ربي. فما اللي قال مانيش عارف القانون شنو يقول في الموضوع هذا، وماذا بيا نسلطوا أقصى العقوبات على العباد هذوما. التونسي ما عندش يعرف يحمي روحه بالكورونا، البركة جات والفقر وتوا وصلنا للسحر. ومن شيرة أخرى فما اللي علق وقال إني صلت الجمرة ونحن ما زلنا نحكيو على السحر والشعوذة، ما فهمتش علاش الحكاية هذم نلقاوهم كان عنا احنا العرب. كريستيانو رونالدو الزين الفلوس والشهرة ما سحروش ويسحروا فينا احنا، بربي فسرولي على شنو. كومنتر آخر يقول بربي أنجلينا جولي ومونيكا بيلوتشي لعمرهم حكيوا على السحر ولا قالوا مسحورين، عندهم الزين والعين والفلوس وما سحرهم حتى حد، وإحنا تلقاه لا تعرف وجهه من خفيه وفرانك لي دورو لي ليو قاري ثانية دل ويقول لك سحريني. نكمل باخر كومنتر، المواطن يقول اللي شد في ربي ويصلي لا يخاف لا من سحر ولا من شعوذة. مش هكا زين؟ راف واحد ديما يزم يقرا القران، يزم ديما يذكر ربي، وباذن الله السميع العليم ما يصير له شيء. إيش نحكي معك تغزل يا راف؟ زياد انت تجاوب في السيرين تو سيرين خذيت المقود بربي اسمع للامانه وميمه ربي هنيها وتبارك الله على انتهى عهد السندريلا يظهر لي انت صوتها معناتها اغزر الناصر خفل شويه والحاجه وغافل بسمعته الحاجه شخر شويه والله ما احلاها والله صوتها حنين هكا بربي على السحر بالحق فسلو يا راف تو هذا على بربي قانونيا فما حاجه سونيه في علاقه بالسحر الشعوذه تعتبر جريمه الشعودة تعتبر جريمة عقب عليها القانون بيان سور موجود منها الراف الظاهرة هذه من قبل موجودة بريس شفنا تساور توجع القلب معناها في المقابر في البلدان الكل راف ما نحبش نقول لك حاجات باش ما نخوفش الناس كان تقع عمليات على العباد على اللي يجيو الطفلة في ركبتها خانة من التفاصيل معناتها كانت شعوذة كبيرة موجودة من اللي تخلقت الدنيا مراد تأمن بالحاجات هذا أنا شخصيا لا اما بصراحه معناها باش زاد نكونوا واقعيين هذه معتقدات موجوده من 100 سنين هذه نوع من هذه تقاليدنا زاد بالفعل هوني تجاوزنا الحدود هوني خلطنا المرحله نوعا ما ما نحبش نستعمل كلمه نتاع تخلف اما في نفس الوقت موجوده في القران هذيك حضارتنا راهو معناها التجريم شنو باش تعمل؟ يقول لك انا نمن سونيا شنو باش تدو في الحبس خاطر يمن نحكيو على الشعوذه على المشعوذ اللي يوهم العباد ويعمل لهم السحورات والحروزات انت متاكده اللي وراء الناس اللي مشات وشي هذايا فما سحاره هذه جريمة تعتبر جريمة أقوى شاهد معناتها على التاريخ بوران بسيس ليلى بن علي فما منه شيء في الخسار دردرة البن علي ما تنجمش تقول لي ليه فما منه كان في الخسار بوران فهم سؤال زين أي دردرة البن علي ليلى شنو من المقربين ليه من نجبد لك الأسماء تو الأزلام اللي متخبين أما أنت طلع ما دردرتش البن علي لا تكلم تو عبارة راهو محاكمة شعبية راهو بالكش أنا جبت لها فر قرد قرد أما صحيحة قرد هجال هذيك دردرته يا ولدي صحيحة علاه شفناها ولا شفتها ولا كذا المقربين يمارسوا فيه التوانسة كما تعتقد فيه برشا شعوب العالم التجازة العرافة الناس كل تعرف مش فقط يا أخي تحكي على بعيد على مفعوله بعيد على مفعوله كان الناس كل تعرف عنده بعيد على المفعول ويعمل مفعول ولا ليه مخيبنا معناها كي تلقى واحد كاتب على تصوير عبدك مرض درا شنو قتل طلاق تيتيم ما تقول مخيبنا معناها نحكي على النية على الأقل مش على النتيجة نتاع العمل هذاك لأن الأمور كل بيد ربي معناها ولا أقدار بيد ربي تتصل ببساطة كما ختمتها سيرين في تعليق المواطن الاعتقاد في ربي والثقة في النفس وأنه نمشي ونشوفوا شنية المشاكل متاعنا الحقيقية ما عرستش 10 سنين راه فما أسباب أخرى نحي عليه قصة سحروني ما سحروني ما خدمتش راه فما أسباب أخرى ما نجحتش راه فما أسباب أخرى أعطي ثقة في روحك أعطي ثقة للطاقة الإيجابية أعطي ثقة في ربي ولا حكاية الكل حسر على الغرياني اللي جات خدمت معنا ومشيت لدبي عملت الموالي سندريلا يلا